يقول مخلد رد من طيب قلبنا تماثيل بيطار تنقى عجيبها من وقتنا اللي هاض نفسي وحسني أيام علينا الرب الأكبر رضيبها تلفت في ربعي هل الجود والثنى عسى حاجة من واحد إنك تضيبها تجاوز أهل المال بالقرش بينهم أداه ياخذها والآخر يجيبها وحازوا قليلين الماشي لحالهم سوات السباع اللي روع قنيبها وكم من غني جود الله حضايره يوم الليالي الشهب شبت شبيبها مذاخير كفة للمرة في ذهابها عسى حلته مردف يعتديبها عسى حلته مردف يعتديبها أعوذ بالله الشرجيم وكم ويا كم من قطوع قوية عزايمة مذاخير كفة فالدهر يبتهيبها أوصيك يا غازي أوزي أعوذ بالله الشرجيم المهم بتروح القصيدة.